صباح الخير على كل مشاهدينا. خلينا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة في أحوال المرور ونبص على شوارع القاهرة والمحافظات دلوقتي، والناس بالفعل ابتدت تنزل، فنبتدي على طول جولتنا من القاهرة. هنبتدي تحديدا من كوبري أكتوبر، احنا شايفين المتجه لمناطق رمسيس وغمرة، هنلاقي احنا قدامنا سيولة مرورية، أما اللي هيكمل أعلى الكوبري في اتجاه العباسية هنلاقي كثافات نسبية. لو بصينا على مصر الجديدة بالتحديد هنلاقي عند شارع الخليفة المأمون في سيولة مرورية مكملة لغاية الشارع معانا وكوبري الحجاز، ومن ميدان أو من عند مصر الجديدة لشارع صلاح سالم احنا شايفين سيولة مرورية كبيرة. هنفضل ماشيين لغاية ما بنوصل لنفق الملك الصالح، احنا شايفين قدامنا كثافة مرورية نسبية هتزيد بعد شوية. لو كملنا لكوبري الروضة برضو هنلاقي كثافات بسيطة. طريق الكورنيش اللي جاي من المظلات احنا شايفين فيه سيولة نسبية هنكمل بيها لغاية منطقة وسط البلد. اللي هيكمل معانا للمعادي وحلوان هيلاقي سيولة مرورية. حابين نوضح لحضراتكم ان الإدارة العامة للمرور أعلنت الغلق الكلي لنفق اللواء باقي ذكي، ده بيتطلب تخفيف أحجام المرور، وده بغلق مطلع كوبري المشير في شارع التسعين في الطريق الدائري للي جاي من طريق السويس وفي اتجاه شارع التسعين الجنوبي. احنا عايزين نقول كمان ان في غلق مسطح كوبري التسعين من الطريق الدائري القادم من مناطق المعادي لمدة شهرين، وتم تحديد عدد من الطرق البديلة للي جاي من الطريق الدائري من اتجاه مدينة السلام عليه استخدام انه ياخد مداخل التجمع الاول ومنها لشارع التسعين الشمالي والجنوبي، او انه يكمل على الطريق الدائري لغاية مدخل نفق الجولف ويستخدم شارع الشويفات ومنه للتسعين الجنوبي. اللي هيجي بقى من الطريق الدائري في اتجاه المعادي عليه ان هو يستخدم محور جمال عبد الناصر ومنه لشارع الشويفات للتسعين الجنوبي، او يستمر على الطريق الدائري ويستخدم مدخل محور طه حسين للتجمع الاول ولغايه محور مصطفى كامل ومنه يوصل للتسعين الشمالي والجنوبي. احنا عارفين ان في تعديلات مروريه في المنطقه دي في شارع التسعين بالذات، يعني احنا نتحملها شويه وان شاء الله تخلص سريعا. خلينا نستكمل جولتنا ونروح شوارع الجيزة ونشوف الوضع المروري فيها ايه. احنا شايفين سيولة مرورية نسبية على محور صفت اللبن، السيولة هتبتدي تقل وتظهر كثافات عند الوصول لشارع السودان، ونفس الموضوع عند كوبري عباس والجامعة والجيزة. احنا شايفين كثافات في محيط ميدان النهضة ولغاية ما بنوصل لإشارة بين السرايات. لو بصينا بقى على محور عرابي فاحنا شايفين كثافات متوسطة للمتجه للأقاليم واللي بيوصل لغاية المهندسين، وكثافات بمحيط كوبري أحمد عرابي. شارع الهرم احنا شايفين شارع الهرم بيشهد كثافات مرورية من شارع العشرين ولغاية الطربية، اما المحور هنلاقي فيه كثافات للي جاي من اكتوبر ولغاية محور ميدان لبنان، وبتزيد الكثافات دي مع ساعات الذروة الصباحية وده اللي احنا متعودين عليه في التوقيت ده. نتحول ونروح محافظة القليوبية، خلينا نبص على الطريق الزراعي للي جاي من بنها. احنا شايفين سيولة مرورية هتقل قبل ما توصل للدائري، وبتحصل او بنلاقي كثافات اسفل الدائري بسبب اعمال توسعة الطريق وانشاء كوبري دوران للخلف. لو بصينا للي رايح لبنها احنا شايفين سيولة مرورية. اللي جاي من شبرا بنها ومتجه لمنطقة شرق القاهرة ومدينة نصر ومصر الجديدة من الافضل ان هو ياخد طريق او محور الفريق العصار. ولو رحنا للطريق الدائري زي ما احنا شايفين هنلاقي سيولة مرورية برضو هتقل عند بعض طلعات الدائري، برضو ده الطبيعي جدا في مثل هذا التوقيت. نكمل جولتنا المرورية ونروح اسكندرية ونلاقي هناك كثافات موجودة على بعض الطرق زي ما احنا شايفين في الخريطة عند محطة الرمل، هتبتدي تقل لغاية ما بنوصل لشارع عمر لطفي ولغاية ما بيوصل لتقاطع شارع النبي دانيال اللي بيشهد كثافات بسيطة ونسبية واصلة لغاية طريق الحرية. اجمالا كده ما عندناش اي مشاكل مروريه كبيره او واضحه في الاسكندريه، ولغايه دلوقتي الطريق ماشي كويس في اغلب المحافظات. خلينا نروح دلوقتي لشاذلي والهدير ونبتدي معاهم فقراتنا واخبارنا، اتفضل. شكرا. شكرا منك. شكرا.